مش عايز اقطع الحوار الممتع دوت، بس معانا برضه واحد من الشخصيات المحترمه جدا، من المدربين اللي متوسمين فيهم خير جدا، عمل اداء رائع جدا النهارده ومباراه كبيره قدام نادي الزمالك. كابتن الكبير كابتن مجدي عبد العاطي، يا كابتن مجدي مشرف ومنور، مليون المبروك الفوز النهارده على نادي الزمالك في كاس الرابطه. كريم حبيبي ربنا يخليك، الله يبارك فيك، وتحياتي ليك وتحياتي لكابتن شيتوس التاريخ. كابتن مجدي انت اللي تاريخ والله، انت عارف، بس يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انا برضو من الحاجات الكويسه، مجدي صاحبي جدا عشان تبقى عارف. مجدي في الدوري في الماتشات اللي بنتكلم فيها قبلها على طول ربنا بيكرمه وبيكسب. شفت لما بيبعد عني بيحصل تعثر. انا بقى دي الحقيقه دي ولا يا مجدي؟ قول الامانه. خد انجازاتك وشغلك لنفسه. ها كابتن مجدي؟ ايه كابتن كريم، بقول لك خد انجازاتك وشغلك لنفسه، يعني اي مكسب انت بتعمله بسبب الكابتن وائل رياض اتصل بيك. لازم يبقى موجود في الصوره، هو وش خير على الناس كلها. مليون مبروك يا كابتن مجدي، النهارده مباراه كبيره الفرق قدام نادي الزمالك، فوز بهدفين في كاس الرابطه، اكيد فوز غالي ومهم جدا. الحمد لله، والله يبارك فيك كريم، والحمد لله، يعني ماتش كويس جدا، وانا شايف الحقيقه البطوله كاس الرابطه دي مفيده جدا لكل الانديه، ومعموله في وقت نموذج لكل الانديه، انت بتدور على ماتشات وديه وبتدور على معسكرات، هو يعني غلف لك كل ده في بطوله رسميه وتعدي فيها اللعيبه بتاعتك عشان تدخل على مباراه الدوري وانت مستعد، وفي نفس الوقت يبقى عندك التجارب اللي انت عايز، او يعني اللعيبه البعيده عن المشاركه الاساسيه في الدوري تقدر تدعم وتديها فرصه وتقربها من اللعيبه الاساسيه. تجربه مفيده جدا، والحمد لله احنا شغالين عليها بشكل كويس. ادينا المباراه الاولى امام سيراميكا بشكل كويس جدا، ولكن خسرنا المباراه. النهارده الحمد لله عملنا مباراه كويسه جدا امام نادي كبير زي نادي الزمالك، وقدرنا نكسب بهدفين. بشوف الحمد لله ان المباراتين الاثنين فيهم مكاسب كتير جدا، يعني الحمد لله. وضعت فرص كمان يا كابتن مجدي النهارده، يعني محمد عواد تألق جدا النهارده مع الزمالك. ما يعني بقول لك من نجوم المباراه نادي الزمالك عواد النهارده، وكابتن محمد عبد الشافي، يعني الحمد لله احنا في اغلب اوقات المباراه لنا سيستم ولنا نظام ولنا سيطره، والحمد لله ولنا فرص في الشوط الاولاني وفرص في الشوط الثاني. فانا بتكلم في ان انت سنه اولى دوري ممتاز وفرقه متكونه من جديد، وتلعب قدام نادي كبير زي نادي الزمالك ايا كان، حتى لو في غياب عنصر او اثنين من العناصر الاساسيه مع المنتخب، لكن بتأدي بالشكل ده وعندك كم الفرص دي وعندك نسبه الاستحواذ دي، الحمد لله بشوف ان هي تجربه ناجحه جدا ومباراه مفيده جدا لينا في كل الفكره. طيب انا كابتن مجدي افهم انه صعب في اول سنه ليك في الدوري الممتاز انك تنافس على دوري، او حتى تبقى موجود، يعني ممكن تبقى موجود من الاربعه طبعا، بس صعب انك تنافس، يعني مش مقدرش اسالك انت تقدر تنافس على الدوري السنه دي فتقول لي اه او لا، لكن اقدر اقول لك تقدر تنافس على كاس الرابطه السنه دي، ممكن تكون هدف بالنسبه لك انك تفوز بالبطوله. يعني الحاجه الكويسه كابتن كريم، كل فرقه داخله كاس الرابطه دي وهي عينها ان لازم يبقى ليها دور ولازم تنافس. في ناس واخده الشقين وانا منهم، ان انا اقدر اجهز اللعيبه بتاعتي واخليها على مسافه واحده من الحاله الفنيه والبدنيه والتكتيكيه قبل مباراه الدوري، وفي نفس الوقت ابقى ماشي على الصعيد الثاني في ان انا ما ابعدش عن المنافسه واقدر اوصل لابعد مدى في البطوله دي، وخاصه ان هي اول مره تتعمل ومعموله بشكل كويس جدا. صحيح. واعتقد ان هي مع يعني مع الوقت البطوله دي لو رابطه يعني دامت على تنفيذ البطوله دي هيبقى ليها شكل وهتاخد شكل كبير جدا، وتبقى مع الدوري وكاس مصر يعني بطوله ثالثه مفيده جدا، وتنظيمها ووقتها كل دي عوامل بتساعد البطوله على النجاح يعني. صحيح كابتن الكبير كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.